رجال عاشق التعلم، إعداد وتقديم محمد الأمين أحمد طيب. مرحبا بكم معنا في مستهل الحلقة الثالثة من برنامجكم رجال عاشق التعلم. في هذه الحلقة نتقفى وإياكم أثر أحد أبرز القامات العلمية الفارعة وصاحب أقدم مؤلف في ربوع موريتانيا الشاسعة، إنه العلامة المحب الشيخ محمد اليدابي. فمن هو محمد اليدابي؟ ومن هم شيوخه وتلامذته؟ وما هي أبرز مؤلفاته ومساجلاته؟ وماذا قال عنه معاصره ومحبه؟ هو العلامة محمد بن المختار بن محمد سعيد بن المختار بن عمر بن علي بن يحيى بن يدال خامس تشمشة. أمه هي صالحة المشهورة بكلا، واسمها فاطمة بنت دلمين بارك الله الديمانية، وهو المعروف باليدالي من قبيلة اليداليين نسبة إلى قبيلة دوداي التي تنتمي إلى تحالف تشمشة المعروف بالعلم واليمن والبركة. ومما يعرف عند الناس أنه لم يخلو حيهم أي دوداي في مختلف الأزمنة من 12 عالما. يقول العلامة محمد بن أحمد العاقل من قطعة يمدحهم بها: ذاك المنار وقد لاحت به دمن، مثل اليواقيت من آل السعيدين قوم سعيدون لا يشقى جليسهم، مقالة رويت عن ناصر الدين. هم الجحاجح في عز وفي كرم، هم البزاة هم روض الرياحين، هم المجاليب هم الهداة هم المشايخ من زين إلى زين، حلو الشمائل والإحسان ديدنهم، بضل وجوههم شم العرانين، بهم نفاخر أهل الأرض قاطبة، وهم لعمري حماة العلم والدين. أكل منار وقد لاحت به دمن، بجواقج النار جلد ونشأته. ولد محمد اليدالي سنة 1096 للهجرة عند بئر شهيرة تسمى تندكسم جنوب شرق مقاطعة واد الناقة في ولاية التلافة، وقد ورد ذكرها على ألسن الأدباء مرارا، من ذلك قول الأديب عابد والهدار: يتندكسم لولالي حقوق عليا والمشاق وجيك ونقرى معالي الأمور ومكان من الأخلاق. نشأ الشيخ محمد اليدالي في بيت علم وصلاح واستقامة، ويعتبر من أجل علماء البلاد علما وصلاحا وورعا، كما عرف بحب النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة مدحه له صلى الله عليه وسلم، وكانت له صلات ثقافية واجتماعية مع أجل معاصريه وأمراء عصره. كان لكثرة تأليفه يجوب الآفاق بحثا عن الورق في عصر شح فيه وجود الكاغد. ذهب مرة من
القبلة إلى جزيرة أرجين التي يسميها بأكادير دون، حيث مركز ميناء هدي بور هدي بورتاندينغ الذي تعاقب على السيطرة عليه الهولنديون والبرتغاليون والإنجليز والفرنسيون. ركب اليدالي البحر واستقبله الفرنسيون حين عرفوا بأنه من العلماء بالكثير من الحذاوة والتكريم، وقدموا له هدايا من أبرزها الكاغد الشاطبي كما يسميه في المربي أي الورق، وكان ورقا جميلا مزخرفا لا شبيه له ولا نظير، ولم يرى اليدالي مثله قط، وكان قبل ذلك يجد ورقا خشنا يحتاج الكثير من المعالجة. يقول في نونيته: وأعني يا ذا الجلال عليه واعن من يعينني يا معين بمداد أو مزبر أو بدلك للقراطيس إذ بذاك تلين. كان كثير الترحل، جامعا للعلم، مقتنصا شوارده ومعلما وداعيا إلى الله. ذات مرة في البراكنة سمع وكان طروبا فنانا شعبيا يردد مادحا الأميرة أحمد الهيبة والنغماش البركني المتوفى سنة 1761 للميلاد. سولان بلا عجب للدائر المصيبة منه طفل عرب كونه لدهيبة، فنظم على منواله صلاة ربي مع السلام على حبيبي خير الأنام. وقد تعهد له أمير البراكنة أحمد الهيبة بهدية سنوية كل سنة مكافأة له على مديحيته صلاة ربي. أبرز مشايخه: تلقى الشيخ محمد اليدالي مبادئ تعليمه الأولى في بيت أهله، ثم عن أكابر أهل زمنه مثل العلامة أجفغة عبد الله والعمر الأبهمي والعلامة أحمد والمختار باب اليدالي والعلامة أجفغة من نحن والمودي مالك والقاضي المختار والأجفغة موسى والعلامة محمد الكريم بن الكوري بن سيد الفالي والشيخ نختار بن المصطفى اليدالي والعلامة مسكة بن بارك الله. أما شيخه أجفغة عبد الله وقد درس عليه القرآن ونقل عنه في كتبه وقال في مورد الظمآن في المحذوف في القرآن، بل نقتدي ترجيح عبد الله العالم العلامة الأواهي. وقال الأستاذ محمد فاضل عبد اللطيف في كتاب الأنساب: وكفى أجفغ عبد الله بخرا أن الشيخ محمد اليدالي كان تلميذا له، صرح بذلك في كتبه كفرائد الفوائد. وقد أدرك من عمره 14 سنة. وذكر اليدالي أن سبب الفتح عليه أن الشيخ هو أجفغ عبد الله أدخله يوما في البئر المسماة تنوبك يطلب سطلا له سقط فيها، فسقطت على اليدالي البكرة وهو في قعر البئر، فشجت جبهته شجة منكرة وقال له أجفغ عبد الله: سيبلغ فيك الفتح ما بلغت تلك الشجة. وكان اليدالي يقول: لقد بلغت بتلك الشجة ما شاء الله. وكان أجفغ عبد الله: لا تأخذه لله لومة لائم. وقد أخذ الشيخ محمد اليدالي الشاذلية عن ابن عمه نختار بن المصطفى بن محمد سعيد الذي مر في طريقه إلى الحج بسيدي أحمد الحبيب السجلماسي ومكث معه سنة، وأخذ عنه طريقة الشاذلية وأدخلها إلى بلاد القبلة. وقد أخذ سيدي أحمد الحبيب السجلماسي الطريقة عن سيدي أحمد بن عبد القادر الذي أخذها عن سيدي محمد بن ناصر. مناقبه والشمائل: تميز اليدالي بموهبة نادرة وذكاء متقد، كان له أثر كبير في تعليمه قبل كل شيء، وقد غذى هذه الموهبة وهذا الذكاء بهمة عالية لا تلين ولا تقف عند حد، وهذا ما جعل بعض الباحثين يصفه بأنه رجل عصامي علم نفسه بنفسه. وهكذا استمر اليدالي منكبا على العلم والتحصيل حتى غدا أحد 4 لم يبلغ بالعلم أحد مبلغهم في هذا القطر كما يقول أحمد بن الأمين الشنقيطي. وتخرجت على يد الشيخ محمد اليدالي مجموعة بارزة من علماء هذه البلاد، ويعتبر اليدالي شخصية علمية فذة جمعت معارف متنوعة شملت مختلف العلوم الشرعية واللغوية والأدبية والتاريخية. فهو شاعر مفلق وناقد لامع يحترم الجميع رأيه ويعترفون له بالإمامة والسبق، وكانت أغلب أغراضه الشعرية المديحيات والابتهالات وما شاكلها. وقد ترك اليدالي ديوانا شعريا يقارب 1000 بيت. واليدالي فقيه بارز
له فتاوى وشروح فقهية شملت عددا من المواضيع، كما أنه أصولي بارز وسيري مشهور وتعرفه في هذا الميدان بارزة، وقد أوصل البعض تعرفه إلى 50 تأليفا، وهو يستقل ما ألف ويتمنى لو أتيحت له الفرصة ليقدم أكثر، ولكن حياة البادية حالت دون ذلك. يقول عن نفسه: لو لم أكن بدويا لألفت مثل ما ألف السيوطي. تآليفه: لليدالي تآليف كثيرة في موضوعات متعددة تدل على مكانته العلمية، وهو من أول المؤلفين الشنقيطيين الذين وصلت إلينا كتبهم إن لم يكن أولهم، ومن مؤلفاته الذهب الإبريز في تفسير كتاب الله العزيز الذي أنهاه سنة 1160 للهجرة تقريبا، ويعد هذا التفسير أقدم تفسير موريتاني، وقد طبع في 7 مجلدات من 1560 صفحة، وعدد الأسطر في الصفحات تتراوح بين 32 إلى 34 صفحة، أي ما يقارب 51,408 سطرا، وعدد الكلمات في السطر 13 كلمة في الغالب، أي ما يقارب 669,240 كلمة. وقد حققه حفيد المؤلف الأستاذ الراجل بن أحمد سالم حفظه الله، الأمين العام لزاوية الشيخ محمد اليدالي، الذي اعتنى بهذا التفسير وصححه تصحيحا دقيقا، حيث بحث عن جميع نسخ الكتاب الموجودة وأخرج منها نسخة مصححة مكتوبة بخط جميل على ورق قوي. وفي سنة 1995 كتبت لا كونت فرانك فرنسي الجنسية بحثا عن التفسير الصوفي في ذهب الإبريز، وحصل به على شهادة دراسات معمقة من جامعة مارسي. ويذكر الشيخ بن محمد عينينا في تحقيقه لجزء سورة يوسف من تفسير الذهب أن العلامة اليدالي تأثر تأثرا بالغا بأربعة علماء كان لهم أثر بالغ في تكوين شخصيته، اثنان منهم من أشياخه وهما الفقيه من نحن والمدي مالك الذي تقدم أنه شيخه، المختار والمصطفى، أما الآخران فلم يدركهما ولكنه متأثر بهما. الإمام السيوطي توفي 911 للهجرة، الذي تأثر بكتبه تأثرا بالغا، وقد تقدم قوله: لو لم أكن بدويا لألفت مثل ما ألف السيوطي. ناصر الدين الديماني توفي 1075 للهجرة، فقد أعجب بعلمه وورعه وكان متأثرا به تأثرا بينا، وقد ألف في مناقبه كتابا سماه أمر الولي ناصر الدين، وسنتناولها في ختام هذه الإطلالة. وقد استفتح مقدمته بالتأكيد على أفضلية القرآن، داعيا إلى الاهتمام بهذا النص المحكم وتدارسه، إذ هو أعظم ما جرى به النطق وأكمل ما سطر به في الطاروس، وهو عماد معارف الشرع ومنطلق علوم اللسان. يقول: إن أجل القربات على الإطلاق وأفضل ما فاهت به ألسن النطاق وسطرته الأقلام في الألواح والأوراق كلام الله وكتابه المجيد، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، الذي هو جماع العلوم الربانية ونظامها، ومالك الشريعة الحنيفية وقوامها، ومبدأ خيرات الدنيا والآخرة وختامها، ورئيس العلوم الدينية ورأسها، ومبنى قواعد الشرع وأساسها. وقد أخرج من مؤلفه الفريد الذهب الإبريز سبيكة بديعة التأليف مختلفا ألوانها، تضم المأثور إلى الفقه وتجمع النحو إلى الأدب وتلائم بين التصوف وعلم الكلام. يقول في مقدمته: ولما جاء هذا الكتاب بحمد الله تعالى محتويا على ما تضمنته الدواوين الكثيرة والطويلة، ومطرزا بيواقيت الفوائد السنية والنكت الحسان البهية، ومرصعا بفوائد درار القصص الشهية والوقائع، وموشحا باللطائف والنفائس الجليلة، وجامعا للزوائد، ومقتنصا للشوارد، وكافيا من اقتصر عليه، ووافيا ببغية من جنح إليه، تقر به عين الودود وتكمد به عين الحسود، سميته بالدر الفريد في تفسير القرآن المجيد، أو بالذهب الإبريز في تفسير كتاب الله العزيز. وكما يبدو قد اختار له عنوانين، غير أن أحدهما هو الذي راج
وكتب له البقاء مع الزمن. ومن تأليفه كذلك الحلة السيرة في أنساب العرب وسيرة خير الورى، وخاتمة التصوف التي منها نظم الشيخ أحمد بنبة نظمه المسمى مسالك الجنان كما في ذات ألواح ودسر، ومنها شيم الزوايا وأمر الولي ناصر الدين ونصيحة تشمشة والمربي على صلاة ربي وشرح أسماء الله الحسنى والوسيلة الكبرى في إصلاح الدين والدنيا والأخرى، وقد يطلق عليه وسيلة السعادة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وواضح المذاهب وهو نظم في نسب آل البيت وقواعد العقائد وفرائد الفوائد في شرح قواعد العقائد وتقريب المعاني في علوم البديع والبيان والمعاني، والصوارم الهندوانية في رد شبه الجين السودانية، وتأليف اللفعة وهي سمة نالها من شيخه الفقيه من نحن بعد أن ختم عليها القرآن مرات كثيرة، ومن نظم بغية السائلين عن بعض مآثر اليداليين للعلامة أحمد بن التاه بن حمينا، من السعيد وابنه المختار محمد اليدالي للأنوار ألف في التوحيد والتفسير وغيرها في زمن اليسير وفاق في مدح النبي وحبه وحب آله وحب صحبه، وما من الخصوصيات أعطي فإنني بذكره متخطي، فإنه أكثر من أن أذكره ولتنظر الوساطة في ذاك تره. وقال: قد نظرت بالعينين الكتبة ذي العالم غير اثنين، لم أدري هل أصاب ذين حرق أم غرق وذا لعاد خرق. يعني بالوسط كتاب الأستاذ محمد بن بابا الشيخ محمد اليدالي ووسطه الاجتماعي. وقال النابغة: وقد وقفت على جملة منها تدل على سعة علمه وكثرة نقله وتبحره في سائر العلوم المعقولة والمنقولة. ولليدالي فتاوي شرعية في نوازل مختلفة، وبلغ ديوانه الشعري 1600 بيت، حققه الأستاذ الأمير لك ترجم له فيه وفي تحقيقه لنظم مدافن تشمشة. وقد كتب العلامة محمد النابغة أيضا سيرة الشيخ العلامة محمد اليدالي بأسلوب جميل في كتابه النجم الثاقب في مال اليدالي من مناقب، ويذكر له كتاب آخر قريب من هذا واسمه السند العالي في مناقب اليدالي. مكانة الشيخ الاجتماعية. تبوأ الشيخ اليدالي مكانة اجتماعية متميزة بفضل علمه وأدبه وأخلاقه، كان قريبا من مجتمعه متفاعلا معه، معلما ناصحا مصلحا، يسعى لبناء مجتمع الفضيلة الذي ينشده والذي حدد أسسه في كتابه شيم الزوايا، وكانت له صلات ومودة مع العلماء والأمراء في عصره كما نصحهم وتعرض لمآخذهم فرد عليهم الرد الجميل المقنع. وقد قال عنه الشيخ أحمد اللميم العلوي في الوسيط: أحد العلماء الأعلام والغطارفة الكرام، وأحد أربعة الذين لم يبلغ مبلغهم أحد في العلم في ذلك القطر. كان مشهورا بالفهم والحفظ والصلاح، وله التآلف المشهورة. وقال أبو عبد الله طالب محمد بن أبي بكر الصديق البرتلي الولاتي في فتح الشكور في ذكر اليدالي: كان رحمه الله شاعرا ناثرا، ألف تأليفا مفيدا في التفسير سماه ذهب الإبريز في تفسير كتاب الله العزيز، وله قصيدة ميمية عجيبة من أحسن القصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم في 47 بيتا خارجة عن بحور الخليل بن أحمد. صلاة ربي مع السلام على حبيب الخير الأنام. صلاة ربي مع السلام على حبيب الخير الأنام.
صرت مع السلام على حبيب الخير الأنام. أبا سعودي وبالوعودي وبعودي وبإمامي قطب الوجود وقصد وجودي مثل وجودي منك حمامي. صرت مع السلام على حبيب الخير الأنام. يقول الشيخ محمد اليدالي عن هذه القصيدة: هذه القصيدة لها فضل عظيم وبركة، ولا يستنكر ذلك في جنب بركته صلى الله عليه وسلم. وقد وجدت لها بركة في مواطن كثيرة، منها أني ركبت في بعض سفن النصارى قاصدا أكادير لأطلع على بعض عجائبه، فسرنا حتى أقبل الليل فهاجت ريح شديدة كادت تكسر السفينة حتى كادوا أن يوقنوا بالهلاك، فصاروا يستغيثون من شدة ما نزل بهم، وأنا وحدي في جانب من السفينة لا يعبأ بي ولا يعرفني أحد منهم ولا أعرفه، حتى جعل واحد منهم يردد هذا البيت: صلاة ربي مع السلام على حبيبي خير الأنام. فقلت له: أتعرف قائل هذا البيت؟ قال: قائله زاو من أهل القبلة لا أعرفه. فقلت له: أنا قائله، وأنشدته بعض القصيدة، فأقبل علي أهل السفينة كلهم فجعلوا يسألونني عن نفسي وعن شأني، فأخبرتهم ثم جعلوني في موضع من السفينة لا ينالني فيه شر، فمن حينئذ نالتني بركة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سكنت الريح وهدأت والحمد لله، وبتنا سائرين إلى أكادير، فحملوني على أعناقهم إلى البر ولم يبتل مني ولا من لباسي شيء. ودخلت القصر وأقبل علي أهله بأنواع التحف والهدايا والكاغد الشاطبي مما لم أحتسب ولم يخطر لي ببال، وذلك كله ببركة ممدوح القصيدة صلى الله عليه وسلم. مساجلاته العلمية. ومن مساجلاته العلمية الشعرية الشهيرة قصيدته التي فك وشرح بها لغز العلامة الفهامة سيد عبد الله الرازقة الذي طرحه على أهل فاس في قوله تعالى: ثم استخرجها من وعاء أخيه. يريد الرازقة هنا
أن يفهم لماذا إظهار أخيه في قوله تعالى فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، ولم يقل استخرجها من وعائه، فقال في طرحه للغز مخاطبا علماء فاس شيوخ البيان الذائقين حلاوة من العلم لم تطعم لغير ذويه سلام من الله السلام ورحمة يعمانكم من خامل ونبيه. سؤال غريب دون شنقيطة أرضه من البعد تيه يتصلن بتيه، إذا شبه الهادي بها وجه مرشد تشابه في عينيه وجه متيه. قراه لديكم أهل فاس جوابه بنص بيان في البيان شبيه سما بكم علم البيان وحقه إذا ما هوى ظن بمختلجيه. أسائلكم ما سر إظهار ربنا تبارك مجدا من وعاء أخيه، فلم يأتي عنه أو من وعائه لأمر دقيق جل ذم أخيه، فإن تكو أسرار البيان خفية فمرآتها أفكار كل نبيه، وأنت ابن زكري إمام محقق تفردت في الدنيا بغير شبيه، إذا غصت في بحر حصلت بدره وخليت عن سفسافه ورديه، يمدك في إتقان علم تبثه قياس أصولي ونص فقيه، وقاك الذي أبداك كالنجم يتقي به العي من يهدي من الهدى ويعيه. يمدك في إتقان علم تبثه قياس أصولي ونص فقيه. وبعدما أعجز اللغز علماء فاس فك طلاسمه الشيخ محمد اليدالي بقوله سؤال بليغ في البيان نبيه أديب من أرباب الهدى وذويه عليه مدار العلم في العصر سيما علوم المعاني وهو قطب رحيه عن السر في إتيان ربي بظاهر مكان ضمير في وعاء أخيه معما قد عيا أهل فاس وغيرهم فكنا بحمد الله مفتتحيه. وكلفني نصح البرية فكه فأعظم بما قد كان كلفنيه، فقلت وبالله الصواب مجاوبا له بقياس في الأصول وجيه، ولكنه صعب المدارك معسر على ضعفاء الفهم منتقصيه، فهذا بحمد الله إيضاح لغزه مساو له في بحره ورويه. فلو قال فرضا ربنا من وعائه فذلكم بعد التفكر فيه يؤدي إلى عود الضمير ليوسف فيفسد معناه لمختبريه، لأن الضمير في الصناعة عائد لأقرب مذكور هناك يليه، وإن قال منه اختل أيضا لأنه يؤدي لعود مضمر لأخيه، فتنزع منه الصاع لا من وعائه وتأنف من ذا نفس كل نزيه، لما في انتزاع من أذى وإهانة ولم يرد الرحمن ذا لنبيه. وقائل هذا ابن السعيد محمد محب النبي المصطفى والسميه. وقد أصبح اللغز بعد هذه القصيدة واضحا كالصبح، ربطته بسيدي عبد الله والرازقة صداقة حميمة وإعجاب متبادل راجعان إلى زمالة في الدراسة وتماثل في التكوين الفكري، وقد تبادل قصيدتين مديحيتين لم ينظم اليدالي من الغزل إلا مقدمة في جوابه لقصيدة ابن رازقة وقطعة واحدة أخرى قال إنه نظمها لما احتوت عليه من الجناس وهو أشرف أنواع البديع. سئل ابن رازقة عن أشعر زوايا القبلة فقال لا أدري إلا أن قول القائل آيات طه ليست تباها ولا تناها على الدوام لا يباها هو أيضا ولا قيل مثله قط في القبلة. تلامذته وممن أخذ عن اليدالي ابن عمه ألمة وللمصطفى ولمحمد سعيد وهو المعروف بألمة العربي وألمة الشاعر، ويروى أن اليدالي قال مرة لتلميذه ألم العربي وكان معجبا به إنه أهم أن ينزع له عمامة الشعر، غير أنه تذكر بيتين من قصيدة له يعني نفسه اليدالي الميمية الشهيرة حسن بدئي واختتامي بك يا خير الأنام، والبيتان هما فدم الفجار جاري ونجيع الهام هامي كامل الأوصاف صافي وافر الأقسام سامي. ممن أخذ عن اليدالي كذلك العلامة والد بن خالنا الأبهمي الديماني وهو تلميذه الوحيد الذي تخرج على يده في العلم الظاهر والباطن وتأثر به كثيرا
قال عنه في آخر كتابه كرامات أولياء تشمشة: ولا يستنكر على من ادعاه منهم، فإن الله على كل شيء قدير ويخص من يشاء بما شاء. قلت: فما ظنك بالولي السعيد اليدالي؟ إذ هو نتيجة هؤلاء القوم وثمرة بني بارك الله فيهم المذكورين آنفا، فهو ثمرة الفريقين على ما حواه هو، إذ هو ولي الله وصاحب كشف جامع بين الظاهر والباطن، ملك بالنهار وراهب بالليل كما ترون وتعلمون. نفعنا الله ببركته وبركة أمثاله، آمين يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات. انتهى الاستشهاد. ويروى أن اليدالي سمع ذات ليلة والدا يترنم ببيت المتنبي: ومن الخير بطء سيبك عني، أسرع السحب في المسير الجهام. فقال إن ابن خالنا هذا استعجل الطريصة، يعني الإجازة، وكان الشيخ محمد الدالي ظاهر الكرامة صادق الكشف. كراماته من كرامات الشيخ محمد الدالي أنه لم يبتله الله طول عمره بالقضاء مع سعة علمه وتضلعه من علم الحقيقة والشريعة، وكان مفتوحا عليه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن العظيم. يقرأ دلائل الخيرات نحو 70 مرة في أسرع وقت، ويختم القرآن في ركعتين، ثم يسرع في تأليفه، وكان إذا احتاج للتأليف إلى خزانة طالعها في يومين ثم يردها إلى أهلها عن قريب. وذكر بعض الثقات أنه إذا أخذ في قراءة القرآن لا يمر بحشيش ولا حجر ولا مدر إلا وقبضه بيده ليشهد عليه بذلك. وكان إذا آوى الناس إلى مراقدهم بالليل أوقد شمعته ويبيت يؤلف إلى طلوع الفجر. وكان عنده نضر سريع، إذا رحل الناس شد راحلته عليه وأخذ بزمامه وجلس تحت شجرة وشرع في تأليفه، حتى إذا قطع الناس ميلا طوى كتبه وجمع آلاته وركب وأجراه إلى أمام الناس، وهكذا إلى أن ينزل وكانت تخرق له العادات في نقل التآليف، فيكتب كراستين أول النهار وكراستين آخر النهار، وكان يقول على وجه الإخبار لا على وجه الافتخار: إنه لم يكن بدويا، بأن كان حضريا لألف قدر ما ألف السيوطي، أخبرني به غير واحد. ومنها أنه أخذته فتية ذات يوم فغمض عينيه اثنان منهم قويان، ثم أخذ باقيهم نص خليل ففتحوه فسألهم عن المدرك الذي فتحوا فأخبرهم، فسألوه عن المدرك الذي فتحوه فأخبرهم، فلم يزالوا يفتحون الكتاب ويسألونه إلى أن أكملوا نص خليل، وهو يخبرهم بما فتحوا عنه مكاشفة. وكانوا بعد يقولون في شأنه: فهل يسأل عن خبر اليدالي بعد عشية الكتاب؟ ومنها أنه جاءه والد الديماني ذات ليلة فسأله عن كتاب ينظر فيه كلمة، فأخذوا له الكتاب فجلس وراء ظهر الشيخ، ففتح والد الكتاب فمد اليدالي يده وراء ظهره فقلب ورقتين، ثم وضع إصبعيه على كلمة فقال له: يا والد، كلمتك التي تطلب هذه. فنظرها والد فإذا هي كلمته بعينها، فتعجب من كشفه. ومن غريب أمر اليدالي ابن الحسيكة التي جاءته في أوبارها أوراق شجر الحسيكة، وهو شجر لا ينبت في هذه البلاد، فأعرض عنها معتبرا أنها من ضالة الإبل، فلم تزل تعرض نفسها عليه حتى فهم وثلج صدره إلى أنها هبة من الله تعالى، وبقي نسلها إلى تاريخ قريب. ونختم إطلالتنا هذه بقصيدته في مدح القرآن الكريم وحبه: إن همي كتابك المستبين، يا إلهي يا من به نستعين، أنا من خادميه والمستحق الدهر للخدمة الكتاب المبين، حبه في قلبي وخدمته ما عشت دأبي، وديدن لي ودين، فهو الدهر ملجئي وقريني، فلنعم الملجأ ونعم القرين.
وهو حصني ومأمني، وإذا ما خدت بحر الخطوب فهو السفين، إن من لاذ واستجار به فهو بمأموله حرن وقمين. ذلك القرآن العظيم الذي جاء به الصادق النبي الأمين، ذلك القرآن العظيم الذي فيه أتانا هدى ونور مبين، ذاك تنزيل من حكيم حميد، وهو حرز لنا وحصن حصين، وهو نور هدى كتاب عزيز عروة وثقى، وهو حبل متين. الكتاب الذي من الحد فيه فله النار والعذاب المهين، الكتاب الذي من أوتيه تصلح دنيا له وأخرى ودين، وله رضوان العلي ونعيم، وله حور في الفراديس عين، الكتاب الذي به المرء يغدو بديانات المسلمين أدين. وبه تكشف الكروب سريعا، وبه منهج النبي يبين، وبه تشرح الصدور وتشفى، وبه قسوة القلوب تلين، وبه تغفر الذنوب وتجلى كرب المشتكي ويسلو الحزين، وينال الشفاء به والأمان والكرامات والتقى واليقين، وبه الرشد والقلوب به يجلى صداها وما عليها يرين، وبه يصرف البلاء ويغاث المستغيث اللهيف والمستكين. رب إني به إليك توسلت فغوذي كتابك المستبين، فاهدني في تفسيره للهدى والحق يا من يهدي ويا من يعين، وأعني يا ذا الجلال عليه وأعن من يعينني يا معين، يا إلهي واجعله لي شافعا لا محلا للفعل القبيح يبين. واجعلنه جلاء همي وحزني، واجعلني به دواما أدين، ربي واجعله صاحبي وأنيسي وخديني في القبر نعم الخدين، واكفنا الشر والبلايا جميعا وأجرنا من كل خطب يهين، ربي وافكك أسري ورهني فإني بذنوبي مكبل ورهين، ربي لا تجعلني أجازى بجرمي لا أكون أدان كيف أدين، لا تحني بشؤم ذنبي في يوم شديد فيه العصاة تحين، ربي جدري باللطف منك إذا ما ضم جسمي راء وميم وسين، ربي جدري باللطف منك إذا ما ضم جسمي راء وميم وسين، لا يكن لي في موقف الحشر ربي فزع أو عين وطاء وشين، لا يكن لي في موقف الحشر ربي فزع أو عين وطاء وشين، وعلى الخير قوني وعلى البر فأنت البر القوي المتين، واهدني للهدى وبينه لي أنت الذي توضح الهدى والتبين، واقض عني تفضلا تبعاتي وديوني طرا فإني مدين، ربي واستر دفائن السوء مني يوم يبدو الخفا ويجلى الدفين، لا تهن شيء فأنت الذي تكرم فضلا من شئته وتهين، مستجيرا بمن بقلبي إليه أبدا شوق دائم وحنين، أحمد المصطفى الممجد طه الهاشمي، أحمد المصطفى الممجد طه الهاشمي الهادي الوجيه المكين، صل دأبا عليه ربي وسلم ما بدا شارق وسال معين. توفي الشيخ محمد اليدالي سنة 1166 للهجرة بعد أن عاش 70 سنة، ودفن بنتوفكت ومعناها ذات الشمس. قال العلامة الشاعر محمد الأحمد وراء عند كلامه عن انتوفكت: وبها المقبرة التي فيها سيدنا وقدوتنا والشيخ أشياخنا سيدي محمد بن سعيد اليدالي مؤلف الذهب الإبريز في تفسير كتاب الله العزيز. ويقول العلامة أحمد بن الجمد مؤرخا لميلاد الشيخ اليدالي ووفاته: قد ولد اليدالي عام وطشي وبعد 70 ضجيع نعشي، من بعد ما أنهى كتابه الذهب بواو أعوام إلى الله ذهب. ولليدالي ولدان هما المختار سعيد التاه ومحمد سعيد أواه، وتسع بنات. وبرحيله أفلت شمس المعقول والمنقول، وتهادت أركان المنطق وعلم الأصول، وناحت مقامات الزهد والورع والتصوف، وأجهشت المتون المحضرية في البكاء على رحيل واحد من أكبر 4 علماء عرفتهم بلاد شنقيط كما ذكر
صاحب الوسيط. رحم الله محمد اليدالي وبارك في عقبه إلى يوم الدين. وإلى هنا نأتي وإياكم مستمعين الكرام على ختام هذه الحلقة من برنامجكم رجال عاشق التعلم. في نهايتها تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم وتحيات الفريق الذي أشرف على إنجازها، محمد والحي في الإشراف العام، ولو نعطى الخيار لما افترقنا، ولكن لا خيار مع الزمان. دمتم في حفظ الله ورعايته.